تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعين الأعزاء دائما إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين الأعزاء، دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، أيضا أرحب دائما بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض معكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم خبرنا تحت عنوان دراسة تكشف لماذا يشرب الناس القهوة، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان الأطعمة المساعدة على تفادي الجفاف خلال شهر رمضان المبارك، وبنتحدث عن هذا الموضوع مع الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وبنتعرف معها عن أفضل الأطعمة التي يمكن أن نتناولها خلال وجبة السحور، وأيضا خلال فترة يعني الأطعمة التي تسبب أيضا الجفاف، هل هناك يعني قائمة محددة يمكن أن نتعرف عليها أكثر. أما فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء أيضا موضوع حيوي ومهم تحت عنوان فحوصات ما قبل الزواج، بتكون معنا اليوم الدكتورة سعاد هاشم أحمد، استشاري ورئيس قسم العيادات التخصصية بهيئة الصحة بدبي، وبنتعرف معها عن فحوصات ما قبل الزواج، وما هي هذه الفحوصات، وما هي قائمة الفحوصات التي تشمل يعني فحوصات ما قبل الزواج، وأيضا خدمات وإمكانيات هيئة الصحة بدبي ممثلة في عيادات التخصصية في هذا الجانب. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي والمتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور، وأحد جميل وسعيد على جميع المستمعين. هاي الطاقة اللي نحن متعودين عليها أسماء، طاقة عشر الأواخر. يعطيك الصحة والعافية. شو اليوم عندنا من المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ بينا نحن بدينا العشر الأواخر، نتمنى أن رب العالمين يتقبل طاعاتنا وقيامنا وصلاتنا نحن والكل المسلمين، وضعنا بعض أو مجموعة من الملاحظات أو النصائح المهمة
للمتوجهين للمسجد لأداء صلاة التهجد أو القيام. حطيناها بالتفصيل قبل الذهاب للمسجد، في المسجد وبعد الذهاب للمسجد. الناس ممكن تكون متعودة شوي إن هي يعني يعطون صدقات وهالأمور بعد خروج المسجد، لكن إحنا ننصحهم بالتوجه إلى الطرق الذكية والجهات الخيرية الموجودة، وجميع الجهات الخيرية في الدولة عندهم أنظمة إلكترونية، ممكن بالأسمس بالأبليكيشن، وكلهم عندهم الطرق الذكية للدفع. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت وصلنا مجموعة من الأشخاص كانوا يتكلموا، يعني دائما يقولون خبرونا شو المواعيد المتاحة، فقلنا بنقولها بعد الإذاعة. في مواعيد متاحة للتطعيم بشكل وايد كبير في مركزين اليوم، مركز وان سنترال ومركز قاعة الورشة. ممكن الجميع يعني يحجزون، مواعيد متوفرة بشكل كبير في هالمركزين. مثل ما تعرف أخوي عبد الله هناك ضغط كبير على المواعيد، وحاليا في كثير من المواعيد متوفرة في التطبيق. نتمنى من الجميع أنه يدخلون تطبيق هيئة الصحة في دبي ويحجزون موعدهم في هالمركزين، والمواعيد كلها متاحة بشكل جدا كبير. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن قاعدين نحطها مجموعة من النصائح الخاصة لأصحاب أمراض المزمنة، وهذا الأسبوع إحنا مركزين على أصحاب أمراض الجهاز التنفسي، لأنه وايد استفسارات وصلنا حول أمراض الجهاز التنفسي والتطعيم. فأتمنى من الجميع يتابعونا على حساباتنا DHA_Dubai تويتر وإنستغرام، وفي الفيسبوك دبي هيلث أوثورتي. قاعدين نحط مجموعة من النصائح المهمة لأصحاب مرضى الجهاز التنفسي بتكون موجودة خلال هذه الأسبوعين، فتقريبا هالأشياء اللي راح نركز عليها هذا الأسبوع. ونتمنى من الجميع يعني أيضا التزام بإجراءات وقائية خصوصا في العشر الأواخر، والزيارات وهالأمور تكون مقتصرة على الأسرة الواحدة. ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسمى الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت أختنا أسماء الجناحي بأن صحة دبي تواصل استقبال المستهدفين من التطعيم ضد كوفيد-19، وأيضا ذكرت بأن هناك يعني مواعيد متوفرة، بإمكانكم مستمعين الأعزاء أخذ المواعيد هاي والاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42 أو الحصول على موعد التطعيم من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية أو عبر تطبيق هيئة الصحة DHA. وذكرت بأن مركز البرشة وان سنترال أيضا من المراكز اللي فيها أيضا يعني فرص للحصول على مواعيد اللقاح. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فقرتنا عن الأطعمة المساعدة على تفادي الجفاف في شهر رمضان المبارك، وبتكون ضيفتي عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا تحت عنوان الأطعمة المساعدة على تفادي الجفاف في رمضان، وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. أستاذة فاطمة صباح الخير. صباح النور والسرور اخوي، تفضل. الله يحييك. طبعا موضوع مهم استاذة فاطمة عن يعني الأطعمة اللي من خلالها ممكن احنا نتفادى الجفاف او حتى العطش، لو تحدثينا في هذا الجانب في البداية نتعرف
على يعني أفضل الأطعمة التي يمكن أن نتناولها في السحور؟ بس بالنسبة للأطعمة اللي ممكن نتناولها في السحور، هي خاصة الأطعمة اللي نركز فيها الأطعمة الطازجة مثل الخضروات الطازجة، وأهمها الخيار والخس، لأنه يمنع الإمساك للشخص اللي دائما يعني مقبل في رمضان أو خلال صيام رمضان، في نفس الوقت يعني يحتوي على كمية عالية من السوائل فتمد بأنك تمنع عن العطش. الشيء الثاني عندنا ممكن نستخدم مثلا في وجبة السحور الفول المدلس أو الفول بشكل عام مع الخبز الأسمر في وجبة الألياف، والألياف هاي أو الفول بشكل عام يحتاج تقريبا 6 ساعات عشان ينهضم خلال نهار رمضان، فدائما ما نشعر بالجوع خلال النهار أو خلال صيام رمضان. أيضا عندنا بعد اللبن أو الزبادي، يعني إذا كوب واحد مثلا الشخص خذ مع وجبة السحور ممكن يستفيد منها، من ناحية سعرها تكون قليلة تقريبا 60 سعر حراري، في نسبة عالية من السوائل تقريبا توصل 85% من السوائل اللي تمد الجسم بالطاقة خلال الصيام، فهذا بالنسبة لوجبة السحور. نعم طبعا أستاذة فاطمة، يعني موضوع الطاقة خلال يعني خلال اليوم الواحد يحتاج الإنسان بأن يعني يمارس حياته اليومية أثناء فترة الصيام، فهل هناك أستاذة فاطمة بعض يعني الأطعمة اللي تنصحين يعني مثلا أن الواحد يركز عليها سواء يعني في خلنا نقول يعني في السحور أو يعني في وجبة الإفطار اللي من خلالها ممكن يعني تساعد الشخص بأنه يكون عنده طاقة خلال يعني فترة النهار؟ هي نعم، في أكيد أطعمة وإحنا نعتبرها تقريبا الأطعمة الخارقة مثل الموز، في نسبة عالية من البوتاسيوم في نفس الوقت الكربوهيدرات الموجودة فيه تمد الجسم بالطاقة خلال الصيام أو في الأيام العادية اللي هو بعد الفطور. كم الكمية أستاذة فاطمة يعني الشخص اللي ممكن يأخذها فترة السحور؟ هو مثلا حصة حبة واحدة يعني؟ هي حصة واحدة موز واحدة بحجم وسط. نعم. هذه تكون تمد بالياف هاي الطاقة بسبب وجود الكربوهيدرات الموجودة فيها، في نفس الوقت نسبة البوتاسيوم فيها، فهي هذا البوتاسيوم يساعد على تنشيط حتى القلب بالتالي يحس بالطاقة خلال النهار. عندنا بعد اللي هو الشوفان، ممكن احنا نستخدمه لأنه في نسبة تركيز عالي من الألياف، في نفس الوقت بعد نشويات ودائما حتى ننصح فيها مرضى السكر لأنه منتظم عندهم السكر باستخدامهم الشوفان. بعد عندنا مكسرات أو البذور لأن فيها دهون طبيعية موجودة فيها المكسرات فتمد الجسم بالطاقة خلال 24 ساعة. أيضا عندنا مثل ما نقول إحنا الماي إحنا ما في سعرات حرارية، لكن في سبحان الله السائل هذا دخل الجسم فيروي الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان من قلب وجهاز هضمي من رئة، فبالتالي تلقى الجسم دائما الأجهزة الحيوية في جسمه نشيطة بسبب ريانها للماء. نعم. إذن يعني الأكلات الخارقة مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، الموز والشوفان والسوائل وبالأخص الماء اللي ممكن يعني يعطي الطاقة يعني للشخص خلال يعني ساعات الصيام في النهار. جميل جدا. أنا نفضل حتى دائما شربه من الماء من بعد الفطور لحد قبل الإمساك. صحيح، ولكن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة أن الناس تركز دائما بكثرة شرب الماء بالأخص يعني عند فترة السحور على اعتقاد بأن هاي الكمية اللي ممكن أن يعني تمنعهم أو تساعدهم في يعني عدم الشعور بالعطش. صحيح، هذا اعتقاد طبعا خاطئ. المفروض من بعد الفطور يستمرون شربهم للماء لحد السحور بين الوجبات، مع الوجبة ما في أي اختلاف، المهم يعني يروي جسمه خلال فترة الإفطار. صحيح. لو أستاذة فاطمة بس نذكر مستمعينا الأعزاء عن كمية السوائل، لأن أيضا يعني في اختلاف في كمية السوائل أو الماء يعني بالتحديد اللي يحتاجها الرجل وأيضا الكمية اللي تحتاجها المرأة، لو تذكرين مستمعين الأعزاء في هالجانب. طبعا تختلف لأنها فيها لها حسبة معينة، بس إذا الشخص يبي يأخذ المعدل الطبيعي أو الرينج الطبيعي ممكن يضرب 30 ملي في وزنه، فبيبين لك كم التوتر، فيوصل تقريبا لترين ونص
للتر، طبعا هذا ونص او 3 لتر يعتمد على حجم الانسان من ناحيه الوزن، مجهود اللي يبذله من نشاط بدني خلال مثلا اليوم، وفي نفس الوقت يعتمد على أحاته الصحيه. بس هو المعدل الطبيعي ما بين لتر ونص الى 3 لتر، وهذا يعتمد مثل ما قلت لك على حسب حجم الانسان ووزنه. بس صحيح. اذا ضرب الشخص 30 30 في وزنه الحالي بيطلع له التوتل اللي ياخذه خلال اليوم. نعم، فالمعادلة هي 30 في الوزن، أيوة. والنتيجة بتكون هي كمية السوائل اللي يحتاج أنه يأخذها يعني، وتختلف طبعا مثل ما ذكرتي بين المرأة والرجل أيضا. وطبعا السوائل هاي مو شرط تكون كلها من الماي، ممكن تكون من عصائر طبيعية من الأكل اللي احنا ناخذه إذا كان في أطعمة فيها سوائل، وفي نفس الوقت تندرج تحت مع الماء، بس بنسبة 90% أو 80% ماء، والباقي من السوائل اللي احنا نقدر ناخذها بأي طريقة من الطرق. بس دائما احنا طبعا أستاذة فاطمة ننصح بأن السوائل المفروض أن تكون أيضا سوائل صحية، صحيح، وما تكون فيها نسب كبيرة من السكر أو مشروبات الطاقة وما شابه ذلك، لأن في بعض الناس تعتقد أيضا أن أنا يعني مو بلازم أشرب ماي على أساس أني أعوض جسمي بالسوائل من الماي، ولكن ممكن أخذ أشياء ثانية. ومثل ما أنتم دائما يعني كخبراء تغذية يعني تنصحون الناس بأن إذا بتاخذ مكملات ثانية من السوائل لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تكون أيضا سوائل صحية وخالية من مشروبات الطاقة وأيضا خالية من السكريات، لأن تسوي على جفاف الجسم، تعمل على أن الجسم يعني يخزن السوائل في الجسم وما يستفيد من السوائل، بس تخزين السوائل، فهذا الشيء اللي أو ممكن يساعد على جفاف الجسم بدل ما أنه هو يروي الجسم المشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية. صحيح. بما أنك تحدثتي أستاذة فاطمة عن الجفاف، ماذا عن الأطعمة المسببة للجفاف؟ هل هناك قائمة محددة مثلا يمكن أن نتعرف عليها، قائمة الوجبات اللي ممكن يعني تسبب الجفاف؟ صحيح إن أخوي، بس بالنسبة للقائمة تكون مثلا مثل ما تفضلت أنت تقول السكريات، هاي بالدرجة الأولى، لأن هي بدل ما أن تخزن السوائل بس في الجسم لكن الجسم ما يستفيد منها. نفس الشيء مثلها مثل الأطعمة المالحة، فدائما احنا نبعد نخبرهم يبتعدون او يتجنبون الأطعمة المالحة لأنها بعد تخزن السوائل في الجسم لكن ما يستفيد الجسم منها. ايضا عندنا شربهم للقهوة او الشاي لأن في مادة الكافيين فهي مضرة اكثر للدهون، فبالتالي الانسان ما يستفيد بعد منها، فدائما الانسان الماء اللي يشربه يفقده خلال الخروج. عد بعد الأشياء الثانية ممكن هي تسبب المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الأطعمة المقلية، عندنا الفشار، إذا كانوا يستخدمون الناس الفشار أو البوبكورن، هذا كلها فيها نسبة عالية من الأملاح، فممكن بعد تساعد على أن الإنسان ما يستفيد منها، بس بالعكس يخليه في حالة جفاف للجسم. هاي الأطعمة أغلبيتها تكون ممكن تكون مرق أو مكعبات مرق الماجي، عندنا اللي هو الصويا صوص لأنها نسبة عالية من الأملاح فيها، فهاي تساعد على جفاف الجسم. صحيح. هي الأطعمة اللي ذكرتها هي تقريبا اللي تسبب الجفاف. نعم، وأيضا أكيد أستاذة فاطمة هناك بعض الأطعمة اللي يعني عكس ذلك، يعني تعطي الجسم دائما يعني انتعاش، وتعطي الجسم دائما أن فيها نسبة جيدة من السوائل على أساس أن أيضا الجسم يكون نشط. ولكن معلومة جميلة الحقيقة اليوم أستاذة فاطمة، يعني أن ممكن الإنسان أن يأخذ سوائل، والسوائل هاي إذا ما كانت سوائل جيدة أو صحية فممكن أن تخزن في الجسم كسائل ولكن ما يستفيد الجسم منها. صحيح. فوالله هاي معلومة جميلة، ونحن لابد أن أيضا يعني نذكر مستمعين الأعزاء لابد أن السوائل اللي يأخذها الشخص تكون سوائل يعني صحية، على أساس أن أيضا يعني يوم تدخل الجسم الجسم يستفيد من هالسوائل. صحيح صحيح أخوي. نعم أستاذة فاطمة، نتكلم عن الأطعمة اللي ما تسبب الجفاف، وبالأخص نحن خلال يعني شهر رمضان المبارك نحتاج إلى هاي الأطعمة اللي دائما يعني رغم أنه يعني ما شاء الله السنة هاي شهر رمضان الواحد ما يحس لا بالجوع ولا بالعطش، الجو جميل والأجواء جميلة، ولكن أيضا بعد نحب نذكر مستمعين الأعزاء إذا كانت هناك بعض الأطعمة محددة لا تسبب الجفاف خلال الشهر.
صحيح. ممكن نستخدم احنا عندنا الكرف الخيار لأن فيه نسبة عالية من السوائل الطبيعية موجودة فيه، الفلفل البارد، وفي نفس الوقت من الفواكه نستخدم الفراولة، الشمام، البطيخ، هاي أطعمة جدا طبيعية وفيها نسبة عالية وتركيز عالي من السوائل. حتى الطماطم إذا الإنسان يأكل مثلا عصير طماطم أو يعني يأخذ الطماطم بشكل عام بعد فيه نسبة عالية من السوائل، وفي نفس الوقت الأغذية أو الأطعمة أو الوجبات المفروض يأخذها الإنسان يتقيها دائما تكون فيها إضافة الشوربات في الوجبة، إضافة مثلا المرق الخفيف، مرق الدجاج، مرق اللحم، أي نوع من السوائل المطبوخة ممكن الإنسان يأخذها وتكون بصفة طبيعية 100%. يعطيك العافية أستاذة فاطمة الخروصي، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، على المعلومات الجيدة، وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. الله يسلمك. مستمعين الأعزاء، فعلا يعني الاهتمام بالتغذية كجانب مهم لصحة الإنسان، وأيضا المعادلة اللي ذكرتها اليوم الأخت الأستاذة فاطمة الخروصي معادلة جميلة جدا، ولابد أن نحن أيضا نأخذها بعين الاعتبار على أساس أن نعرف نحن جسمنا كم كمية الماء اللي نحن نحتاجها. ومثل ما ذكرت أن للرجال نسبة تختلف أيضا عن النساء، ف 30 ضرب وزن الجسم بيعطيكم الكمية أو كمية السوائل اللي تحتاجونها خلال اليوم الواحد. ومثل ما ذكرت الأستاذة فاطمة الخروصي يختلف طبعا نوعية السوائل. نحن نتكلم اليوم السوائل يعني الماء اللي يحتاج الجسم واللي يستفيد أيضا الجسم منه. فبعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية اليوم أيضا جميلة عن فحوصات ما قبل الزواج، وبتكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سعاد هاشم أحمد، استشاري ورئيس قسم العيادات التخصصية بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. من بين الأمور الصحية المهمة مستمعينا الأعزاء وأيضا لها بالغ الأهمية التي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة دائما عليها، هي فحوصات الطبية ما قبل الزواج، التي تم طبعا إقرارها تفاديا لأي مشاكل صحية محتملة يمكن أن تحدث للطفل أو للأطفال المواليد. وطبعا من هذا المنطلق حرصت هيئة الصحة بدبي على توفير جميع الإمكانيات وتسهيل الإجراءات كافة للتيسير على المقبلين على الزواج، وطبعا توفير هذه الخدمة النوعية بشكل متميز. حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء والتفاصيل فحوصات ما قبل الزواج، يشرفني أن تكون معايا اليوم الدكتورة سعاد هاشم أحمد، استشاري ورئيس قسم العيادات التخصصية بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة سعاد، صبحت الله بالخير والعافية. صباح النور والسرور لكم والمستمعين الكرام. الله يحييك دكتورة سعاد. طبعا يعني مثل ما ذكرنا بأن فحوصات ما قبل الزواج من الأمور الصحية المهمة اللي تحرص الدولة عليها، وطبعا أكيد هيئة الصحة بدبي توفر هاي الخدمات بشكل مميز. دكتورة، لو نتحدث في البداية عن أهمية إجراءات الفحوصات الطبية قبل الزواج. بالنسبة لأهمية فحوصات ما قبل الزواج، في البداية فحص ما قبل الزواج هو فحص إجراء يعني طبي إلزامي بقرار من مجلس الوزراء للمقبلين على الزواج، ذلك للتأكد من خلوهم من بعض الأمراض الوراثية والمعدية. الهدف الرئيسي التأكد من خلو الأطراف من الأمراض الوراثية والمعدية. فبين للأمراض الوراثية
مثل فقر الدم المنجلي أو الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا أو فقر أنيميا البحر المتوسط. أو بالنسبة للأمراض المعدية، بين الأمراض المعدية فنركز على بعض الأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي B وجيم والزهري وفيروس نقص المناعة المكتسبة. نعم. وأهمية هالفحوصات إن بعد ما نسوي هالفحوصات الطبية، يعني نعطي المشورة الطبية حول احتمالية انتقال هذه الأمراض مو فقط للأطفال، أولا للطرف الآخر ثم الأبناء في المستقبل. نعم. طبعا دكتورة أكيد هناك يعني مثل ما ذكرتي في البداية إنه مهم يعني هاي أو هذا الإجراء من الفحوصات اللي هي يعني من خلالها ممكن أن يتعرف الشخص اللي مقبل على الزواج أو الأخت اللي مقبلة على الزواج إذا كانت هناك بعض الأمراض اللي ذكرتها ممكن تكون أمراض معدية أو أمراض وراثية. إذا ما تم هاي العملية الفحوصات هاي فممكن أن الأطفال يصابون ببعض الأمراض. دكتورة لو نتحدث معك يعني كيف تتم العملية هاي قبل أن نتكلم عن قائمة الفحوصات بالتحديد، فحوصات الزواج يعني فحوصات ما قبل الزواج، يعني عملية شرح النتائج يعني للشخص أو يعني المقبلين على الزواج على النتائج، كيف يتم يعني إعطاء الفحوصات هاي والنتائج الفحوصات؟ يتم إعطاء نتائج الفحوصات طبعا في الزيارة الثانية، إن النادي الطرفين أو أول شيء نجلس مع الطرف الأول نناقش نتائج فحوصاته معه بالتفصيل، وبعد يعني ومن بعد نجلس مع الطرف الآخر ونعطيه كل الفحوصات ونتائج فحوصاته على انفراد، وبعدين ناخذ الإذن من الطرفين إن نحن بنجلس معهم مع بعض ونشرح لهم نتائج الفحوصات بعد ما ناخذ الإذن إن بمناقشة النتائج معهم مع بعض. صحيح صحيح. فنتم نناقش النتائج، وإذا كانت الحمد لله النتائج كلها سليمة نصدر لهم شهادة فحص ما قبل الزواج وشهادة اللياقة ولإتمام إجراءات الزواج. وفي حالة إن كانت في مشاكل أو بعض الفحوصات غير طبيعية أو تحتاج تحاليل ثانية أو إجراءات ثانية أو علاج، فبعد نناقش مع الطرف المعني في البداية وناخذ الإذن منه بالموافقة إن مناقشته مع الطرف الآخر ونكمل الإجراءات على حسب النتائج. نعم. طبعا دكتورة أكيد يعني نحن تحديدنا للموضوع هذا اليوم والحديث عن فحوصات ما قبل الزواج، متوقعين إن شاء الله أن بعض العيد هناك طبعا ناس مقبلين على الزواج، وهاي الفحوصات والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي دائما الحقيقة مميزة ومهمة. دكتورة سعاد لو نتحدث أيضا عن قائمة الفحوصات بالتحديد، فحوصات ما قبل الزواج. القائمة تحتوي على فحوصات يعني لتأكد من خلو الطرف من الأمراض الوراثية، وفحوصات ثانية لتأكد من خلو الطرف الثاني من أمراض المعدية. إذا يعني الأمراض الوراثية في الوقت الحالي مركزين على يعني أنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط وهو الثلاسيميا. إذا جينا للأمراض المعدية، الأمراض المعدية التهاب الكبد الوبائي ذا والتهاب الكبد الوبائي جيم والزهري وفيروس النقص المناعة المكتسبة الإيدز. دكتورة أيضا يعني في بداية حديثنا تكلمنا بأن هيئة الصحة بدبي توفر هاي الخدمات، جميع الخدمات هاي بإمكانيات وتسهيل إجراءات على المقبلين على الزواج. لو نتحدث معك دكتورة عن إمكانيات هيئة الصحة بدبي متمثلة في عياداتها التخصصية في هذا الجانب. بالنسبة لفحوصات ما قبل الزواج، المتعامل يقدر يحصل على فحوصات ما قبل الزواج من خلال مراكز الخدمة المنتشرة على خارطة دبي، 12 مركز صحي بالإضافة إلى مستشفى حتى، كل المراكز يقدمون خدمة فحص ما قبل الزواج. والأهم واللي أبغي يعني ركز الضوء عليه
ان التحول الذكي لخدمه فحص ما قبل الزواج في اللي صار في بدايه هالعام في بدايه 2021 اعلنت هيئه الصحه بالبيع عن تحول خدمه فحص ما قبل الزواج واصدار الشهاده الى خدمه الكترونيه ذكيه. وهذا التحول الذكي كان جزء يعني هذا جزء من مبادرة بالبركة، وهي إحدى مبادرات بنات المدينة لتحسين وتطوير الخدمات الذكية. يعني فهالمبادرة يعني كانت الحمد لله يعني قفزة في تقديم الخدمة والتحول من يعني من خدمات اعتيادية بزيارة المراكز لخدمة ذكية، وأتمتت الخدمة 100%. فهذه المبادرة الذكية تختصر رحلة المتعامل من 12 إلى 3 خطوات، وتختصر عدد المستندات المطلوبة من 6 مستندات إلى مستند واحد فقط، وتقلص عدد الزيارات الطبية للمراكز الصحية من 3 زيارات إلى زيارة واحدة، وحتى هاي الزيارة الوحيدة يمكن الاستغناء عنها وإلغاها بطلب الخدمة المنزلية اللي وفرناها على المنصة. ومن بعدها تصدر الشهادة فحص زواج شهادة إلكترونية من خلال منصة دبي الآن. صحيح. طبعا دكتورة تفضلي. ففي هالمبادرة الحمد لله في بداية 2021 يعني تمت شهادة فحص ما قبل الزواج بعملية ربط إلكتروني بين هيئة الصحة بدبي ودبي الذكية ومحاكم دبي. فالشهادة الحمد لله يعني صارت الخدمة والشهادة إلكترونية. جميل جدا. طبعا دكتورة ذكرتي بأن التحول الذكي اللي صار يعني من خدمة يعني عادية إلى يعني خدمة ذكية، وتقليل الحقيقة يعني الإجراءات والمستندات والخطوات، كيف كان يعني ردة فعل المتعاملين دكتورة في هذا التحديث وهاي الخدمات المميزة والتحول الذكي اللي صار؟ الحمد لله يعني قلصنا والخدمة صارت الحمد لله بسيطة، والأحسن من أن الخدمة موجودة على منصة دبي الآن، فالمتعامل بكل سهولة من خلال الهوية الرقمية الموحدة يقدر يحصل على الخدمة وهو جالس في بيته. يعني قد يطلب الخدمة ويأخذ معلومات عن الخدمة ويطلب الباكج يعني أو الباقة فحص ما قبل الزواج ويدفع كل هالأشياء وهو جالس مكانه. وبعد زيادة عليها يمكن يطلب إن هو يجلس في بيته الخدمة المنزلية، طريق من هيئة الصحة يزورونه في البيت ويأخذون العينة، وبعد يعني خلال تقريبا 72 ساعة توصل له الشهادة إلكترونية بدون أي زيارة بدون أي شيء وهو يجلس في بيته. جميل. الحمد لله. فكانت هاي الخطوة يعني كانتها من حرص الهيئة على تقديم خدمات طبية نوعية يعني واستخدام الوسائل التقنية الذكية، يعني كانت توجه يعني فالحمد لله قامت الهيئة بتطوير العمليات والخدمات وتحسين رحلة المتعاملين وتبسيط الإجراءات كلها يعني للحصول على شهادة الفحص الإلكترونية، وذلك لتعزيز مؤشر جودة الحياة ودعم المهارات الإبداعية. صحيح. الحمد لله. وطبعا دكتورة سعاد هناكي أيضا في هيئة الصحة بدبي يعني تم مثلا يعني إجراء تعديلات الحقيقة كثيرة جدا، وهناك أيضا برامج ذكية وتطبيقات ذكية للتواصل مع المتعاملين. مثل ما ذكرتي بأن جميع الخدمات هاي اللي احنا تكلمنا فيها اليوم بالإمكان الحصول عليها من المنزل عبر التطبيقات والبرامج الذكية. ودكتورة حتى لو نتكلم يعني معاك عن يعني بعد عمل الفحوصات هاي وتحبون أن تبلغون الأشخاص بالنتائج، أيضا بإمكانكم مع توفر التطبيقات الذكية والبرامج التواصل الذكي اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي بإمكانكم أيضا أتوقع أنكم يعني تعطون الفحوصات هاي النتائج للأشخاص أينما كانوا. طبعا حتى نقدر نستخدم خدمة طبيب لكل مواطن يعني من مبادرات هيئة الصحة بدبي، ونتواصل مع المتعاملين. هذا صحيح. طبعا في بعض الناس يعني مثلا تعتقد أن كيف ممكن يكون التواصل عبر تطبيق أو مبادرة طبيب لكل مواطن
البرنامج محدث الحقيقة وذكي، وبإمكان الشخص بأن حتى يعني يكون هناك لقاء تلفزيوني، ممكن الطبيب يشوف الشخص والشخص ممكن أن يشوف الطبيب، ففي تواصل فعال وجميل الحقيقة من خلال مبادرة طبيب لكل مواطن. طبعا من خلال منصة، من خلال مبادرة طبيب لكل مواطن، المتعامل في الوقت الحالي يقدر يدخل الابليكيشن، التطبيق، نعم التطبيق، يشوف قائمة الأطباء الموجودين، يختار الطبيب وياخذ نبذة عن الطبيب ويختار الموعد اللي يناسبه، وعلى الموعد يتواصل مع الطبيب. صحيح، وأيضا تسهل هاي بعد دكتورة سعادة، تسهل الإجراءات، لأن اليوم يعني هناك خدمات الحقيقة وفرتها هيئة الصحة بدبي عن طريق المبادرة، هاي المبادرة الجميلة الحقيقة، مبادرة طبيب لكل مواطن، بإمكان الشخص بأنه يتواصل مع المبادرة هاي ومع التطبيق ويتلقى يعني استشارة طبية، وممكن أيضا من خلال التطبيق هذا يكون هناك في تواصل فعال بينه وبين الفريق الطبي المعالج. طبعا يعني تقديم المشورة ومناقشة نتائج الفحوصات، وإذا المتعامل كان يحتاج لأدويته، ومتابعة الأمراض المزمنة، إلا من عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن. صحيح، تذكرتي جانب أيضا مهم دكتورة سعاد، الأدوية. طبعا الأدوية أيضا وفرت هيئة الصحة بدبي مبادرة أخرى، مبادرة الدوائي. نعم، مبادرة جميلة الحقيقة، من أجمل المبادرات. صحيح، يعني الشخص هو في بيته يتواصل ويتلقى، يعني أنا اليوم أعتبرها من أهم الخدمات. يعني دكتورة، يعني الإنسان يعني صحته من أهم الأمور اللي مفروض أنه يهتم فيها، فوجود هاي الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي كمبادرة طبيب لكل مواطن، مبادرة دوائي، يعني أنت جالس في بيتك ممكن تتواصل، وممكن بل تختار، حتى تختار الاستشاري اللي أنت تبغيه تتواصل معه، تاخذ نبذة ومعلومات. نعم. عن الاستشاري، وحتى الموعد تختار، الخدمة موجودة 24 ساعة. صحيح. على مدار الأسبوع، حتى تختار الوقت اللي يناسبك بالدقائق، يعني تختار الوقت اللي يناسبك وكل شيء. والأحلى يعني الأجمل إن الخدمة الطبيب لكل مواطن، الخدمة هاي يعني مربوطة بخدمة الدوائي. صحيح، فمن خلال خدمة طبيب لكل مواطن، المتعامل يعني في نفس الخطوة يحصل على خدمة الدوائي والأدوية توصل لبيته بعد الاستشارة. صحيح، لأن كانت تناكي من ضمن التحديات الحقيقة دكتورة سعاد، أن ممكن الشخص يقول أوكي أنا ممكن أحصل الاستشارة مع الطبيب، بس بعد أحتاج أني يعني أني أسير المركز على أساس أني أستلم الأدوية من الصيدلية. فأيضا هيئة الصحة بدبي ربطت الحقيقة يعني هاي المبادرتين مع بعض، بحيث أنها تكون مبادرة متكاملة، يعني إذا الدكتور أو الاستشاري من خلال يعني علاج للشخص هذا، إذا الشخص هذا يحتاج إلى أدوية، فممكن أن يتم تحويله إلى المبادرة، مبادرة دوائي، ويتم أيضا يعني توصيل الأدوية له أي مكان في إمارات الدولة. الحمد لله، والحمد لله الإقبال على خدمة طبيب لكل مواطن، خدمة دول الإقبال كبير جدا جدا، يعني الأرقام الحمد لله يعني كبيرة. جميل جدا. دكتورة، نكمل حديثنا معك عن موضوع الفحوصات ما قبل الزواج، ولو نتكلم عن الإجراءات دكتورة سعاد، الإجراءات اللي أنتم تتبعونها للحصول على هاي الخدمة ما قبل الزواج. الإجراءات الحمد لله يعني لأن حاليا في الوقت الحالي عندنا خدمة عن طريق يعني الخدمة الاعتيادية بزيارة المراكز، أو الخدمة الذكية. الذكية قلنا عن طريق تطبيق منصة دبي الآن، ويحتاج بس الهوية الرقمية الموحدة ويدفع كل شيء ويحصل المعلومات كلها عن طريق المنصة. أما بالزيارة المراكز، فمثل ما قلنا 12 مركز صحي ومستشفى حتى يقدمون الخدمة، فالمتعامل في البداية يزور المركز الصحي ويسجل موعد مع طبيب الأسرة، يزور الطبيب والطبيب يقدم له فكرة عن الفحوصات مثل ما تكلمنا،
شو الفحوصات، شو أهمية الفحوصات، الأشياء اللي تتكون منها، والإجراءات، ويخل يعني في الاستشارة الأولى المتعامل يكون على بينة، يعني إذا النتائج كان في أي خلل في النتائج شو الإجراءات اللي تكون. صحيح. وبعد ذلك الطبيب يعني الدكتور قد يطلب له الفحوصات، يتوجه للمختبر في نفس اليوم، وبعد تقريبا يعني 5 أيام يعني يسجل زيارة ثانية للمركز الصحي، والزيارة الثانية هو الطرف الثاني الطرف الآخر يعني يجون المركز في نفس اليوم ويسجلون زيارة مع الطبيب. فالدكتور يشرح للطرف الأول نتائج فحوصاته، وبعدين يجلس على الطرف الثاني على انفراد يشرح له نتائج فحوصاته، من ثم ياخذ الإذن منهم إنه يناقش نتائج الفحوصات مع يعني الطرفين، ويصدر شهادة صحة ما قبل الزواج لهم، ويتم تصديق الشهادة من المركز الصحي، ويتوجهون بعدين طبعا للمحكمة لإتمام إجراءات الزواج. جزاك الله خير. نعم. إذا كان في أي خلل أو شيء في النتائج صحيح يتم توجيههم للحصول على العلاج اللازم. نعم أكيد دكتورة، مثل ما ذكرتي بأن فحوصات ما قبل الزواج تعتبر يعني من الإجراءات المهمة اللي تحرص عليها يعني في الأساس الدولة وأيضا هيئة الصحة بدبي لتوفير هاي الخدمة بشكل يعني مميز ومهم. دكتورة سعاد هاشم أحمد، استشاري ورئيس قسم العيادات التخصصية بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد يعني فحوصات ما قبل الزواج وحديثنا مع الدكتورة سعاد وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وكان معنا في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتينا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.